بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، يسعدني ويشرفني يا فندم بالنيابة عن زملائي في وزارة التربية والتعليم وعن كل أسرة التربية والتعليم أن أقدم لحضرتك والمصر الحلم اللي انتظرناه طويلا، اللي هو نظام التعليم المصري الجديد اللي هيبدأ إن شاء الله بعد 3 أيام بالضبط يوم السبت 22/9. حضرتك شرفتنا بإطلاقه في مؤتمر الشباب يوم 28/7 طبعا في زمن الحقيقة قياسي. بشكر عليه الوزارة بأكملها وكافة مؤسسات الدولة الحقيقة أساعدتنا. احنا بنطلق ما نسميه الحلم القومي اللي تحدثنا عنه السنوات اللي فاتت. هيدخلوا 2.5 مليون طالب في رياض الأطفال وفي الصف الأول الابتدائي يوم السبت بإذن الله. ده مشروع لبناء الجيل المصري مختلف تماما، يتخرج إن شاء الله سنة 2030، مخطط أنه يكون مواصفاته ومهاراته كما جاء في رؤية مصر التنمية المستدامة بالضبط. عشان نعمل ده احنا عملنا، حددنا المهارات اللي عاوزينها وعملنا إطار مناهج مصري لأول مرة بمناهج تكاملية، وعملنا كتب جديدة وألفنا المناهج وطبعناها ودربنا المعلمين واخترنا طرق تدريس تفاعلية جديدة جدا، وقعدنا فرش الفصول في الجمهورية كلها بحيث نبقى جاهزين يوم 22/9 السنة دي، مش السنة الجاية ولا اللي بعدها. في نفس الوقت بنحاول نحسن أو نرمم النظام الموجود، وده هنشتغل عليه. أساس التغيير أو الترميم محاولة جادة نقل ولادنا من ثقافة الحفظ والتلقين اللي تعودوا عليها سنين طويلة إلى فكرة الفهم والتعلم الحقيقي والحصول على شهادات تعكس هذا الفهم. عشان كده بنغير أو بنحاول نغير نظام التقييم في المرحلة الثانوية، وعملنا محتوى رقمي سري جدا، وبنشتغل على الأرض في مدارس الحكومة في أرجاء الجمهورية، بنوصل شبكات وبنطور الفصول وبنعمل صيانة المدارس، وهنفتتح النهاردة إن شاء الله 7 من هذه المدارس، ونأكد للناس كلها أنه مصر في طريقها إلى شيء أفضل إن شاء الله. زي ما اتفقنا احنا بنعمل حاجتين، بنبني للمستقبل عن طريق نظام التعليم الجديد وبنحسن الحاضر. الـ4 حاجات اللي اتكلمنا عنهم من شهر ونص تقريبا هنقدمهم لحضراتكم النهاردة. نظام التعليم الجديد هيبدأ زي ما اتفقنا يوم 22/9. نظام التعليم المعدل في المرحلة الثانوية هيبدأ هذا العام، وهقول لكم وصلنا فيه لإيه بالظبط. المدارس اليابانية هتفتتح إن شاء الله يوم السبت زيها زي المدارس الحكومية في 19 محافظة. وكمان اللي ما اتكلمناش عنه كتير، إن احنا في التعليم الفني بنعمل تعليم فني جديد تماما بمدارس اسمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هنفتتح واحدة فيهم النهاردة بشراكة مع القطاع الخاص ومع جهات اعتماد أجنبية، زي بالضبط في الصحة الشراكة مع الأورمان في المستشفيات، نفس النموذج بالضبط. فهستعرض مع حضراتكم احنا فين. اعتقد ان مصر النهاردة يوم جميل بالنسبة لها، ان احنا بنشهد ثورة حقيقية في التاريخ الحديث لمصر. يعود الفضل الأكبر فيها للسيد الرئيس اللي أطلق المشروع ده وآمن بيه وشجعنا من أوله لحد النهاردة. جميع الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد في رياض الأطفال وأولى ابتدائي جاهزة للبدء بإذن الله، وهيلتحق بيها زي ما قلنا 2.5 مليون من أطفالنا والأجيال اللي وراهم كلها. جميع المناهج تم تأليفها والكتب طلعت من المطابع وابتدت تبقى في مخازن المديريات. كل معلم هيبقى في ايده دليل معلم، وده شيء جديد في تدريس التعليم المصري. دليل المعلم بتاع رياض الأطفال بتاع الترم الأولاني فقط حجمه 600 صفحة. دليل المعلم هو اللي فيه فلسفة التغيير كله، وهو اللي بيشرح للمعلم يعمل ايه كل دقيقة في الفصل وازاي هيشرك الولاد معاه، لانه تعليم نشط مختلف زي بالظبط اللي بيتعمل في اليابان وفي سنغافورة وفنلندا والدول اللي سبقتنا. دربنا الموجة الاولى من المعلمين لاستعداد لهذا، 128 ألف معلم.
وقعدنا فرش الفصول في جميع مدارس الابتدائي علشان تتوافق مع استراتيجيات التعليم النشط، فبنقعدهم في شكل مجموعات مش في شكل تلقيني. و